في تفاصيل كبيره جدا احنا مش عايزين برضو النهارده واحنا بنتكلم مع الناس عايزين ندي الناس معلومات مفيده صح. مش زي ما دخلوا يخرجوا زي ما دخلوا عايزين كل الناس تبقى طالعه كده من الحلقه بتاعتنا كده مبسوطه. في البدايه ما نيجي نتكلم قلت كده في البدايه ان السمنه لا هي عامل خطر لابد ان احنا ننتبه لهذا الامر هي عامل خطر لكل الناس بيجي لها ناس كتيره جدا في العيادات واغلبهم بتوع مشاكل العظام المختلفه الناس اللي بتعاني من مشاكل العظام المختلفه سواء كان ارثرايتس او سبين او امسكي كده مشكله في العظام كده واجي اسالها سؤال وجواب متكرر لكل واحد فيهم انت بتتابع مع دكتور عظام اه كنت بتابع مع دكتور عظام قعدت قد ايه 6 شهور او سنه بقى منهم 6 شهور ومنهم سنه طب عملت ايه انا خدت حقن موضعيه خدت حاجات كتير علشان عشان مشاكل العظام المختلفه فالجواب فساعتها انا بشكل مستمر بقول له طب هل الدكتور نصحك ان انت تنزلي في الوزن وقال لي بعد ما استعملت بقى لي 6 شهور ماشي على النظام البروتوكول العلاجي اللي هو قال اللي عليه قال انا استعملت معاك كل حاجه يلا انزلي في الوقت النقطه ديت لازم ناس بتتالم يوميا بسبب مشاكل العظام المختلفه لازم نبقى عارفين ان السمنه ديت حمل على العظم فبيسبب لنا مشاكل في العظم حمل على القلب فبيسبب لنا مشاكل في القلب اغلب الناس بلا استثناء لو عندها مشكله في السمنه السمنه سبب لاكثر من 50 مرض ينتهي بالموت.